ونستهل هذا الحوار إن شاء الله بإذن الله عز وجل هذه الفعالية التي بعنوان البنيان المرصوص، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. معنا الشيخ سليمان القبيلان سوف يحدثنا بإذن الله عز وجل. لا أريد أن أطيل مقدمات، أنتم تريدوا تسمعوا حتى الحين. الشيخ سليمان القبيلان بإذن الله سوف يحدثنا عن علاقة المسلم بأخيه المسلم، كيف ينبغي أن تكون وكيف حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنكن له أذان صاغية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلها يجوز يجوز، ترى من حكمة اللحية، يعني هذه من حكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه صلاة وتسليما دائمتين إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. بادئ ذي بدء من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر حكومة سلطنة عمان ممثلة بمركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكذلك فريق النبراس وكل من ساهم الحقيقة في هذا اللقاء المبارك الذي شرفني وزادني شرفا أن أزور هذه السلطنة المباركة، التي الحقيقة لست أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة ولا رابع مرة ولا خامس مرة أزورها، فأجد إكرام أكثر من الأول. حتى أن شخصا قابلني أمس في الليل في مدينة عنيزة، وأعرف أن هذا الشخص لا يحب أن يسافر خارج المملكة أبدا، قليل السفر ولا يحب أن يغادر لأي بلاد، فرآني وأنا أشتري لأهلي بعض الحاجات من السوبر ماركت، قال وين أشوفك عجل يا أبو عبد العزيز؟ قلت والله مسافر. قال وين؟ قلت لسلطنة عمان طيارتي الساعة 3. قال تكفى خذني معك. قلت غريب، أنا عارفك ما تحب السفر. قال بس يا أخوي أهل السلطنة ذولا يا أخي ناس غير البشر. قلت شنو غير البشر؟ والله ذيك بشر، هم غير البشر، هم بشر، أنا شايفهم بشر. قال لا يا أخي أنا حقيقة ما رحت دولتهم ولا سافرت إلى السلطنة، لكن أشوفهم في مكة وأشوفهم في المدينة، أشوف هذا الخلق والسمت العالي عندهم، فيا ليتك تأخذني. قلت والله هي ما هي بعارين منطلقة عقلها الله يجزاه خير، هذه دعوة رسمية من الحكومة وجايني خطاب رسمي، فما أقدر أخذك لين مرة ثانية، وأحاول أن أشوف إذا دعوني أحط اسمك معي كمرافق ولا محرم وتأتي معي جزاه الله خير. فهذه حقيقة نعمة من الله وهبها لك، ونسأل الله نزيه. قل أمين. ثانيا أعلن لكم حقيقة إعلان هام جدا 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 لم تعلن عنه جريدة عمان ولا الوطن ولا جريدة الشبيبة، كل هذه الجرائد المحلية في السلطنة لم تعلن هذا الإعلان الهام جدا جدا جدا، ولكن أعلنه في صحيفة الجبيلان المسائية. أقول في هذا الإعلان الهام جدا جدا جدا: إني أحبكم في الله ولولا غلاكم ما زرناكم، ونشهد الله أننا نتقرب إلى الله بزيارتكم، بل حتى في السلام عليكم. يعني أرى وأنا كثير الأسفار من القصيم إلى الرياض إلى الدمام كثير جدا أسفار، فأرى سيارات تأتي بإخوة معتمرين إلى مكة في الطريق، فأذهب إليهم عند المحطة حقة البنزين وأفتخر أني أدخل إلى الباص وأسلم على كل كبير سن منهم وأقبل رأسه وكل شاب أو صافحة، فبعضهم يعرفوني وبعضهم ما يعرفوني، ولكن أقول والله إني مصافحتي وسلامي عليكم يا أهل السلطنة قربة إلى الله، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتدحكم، فكان قربة إلى الله أن نسلم عليكم بما مدحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم.